ردت الفنانة اللبنانية إليسا على بعض الانتقادات اللي توجهت لها من بعض المتابعين السعوديين من بعد اتهامها بإهانة المملكة العربية السعودية، لأن حطت علامة إعجاب على الكلام اللي كتبه المخرج اللبناني ناصر فقيه واللي انتقد فيه تدخل الدول بالشؤون اللبنانية ومنها السعودية. وقالت إليسا: أنا معروف رأيي ومواقفي ما بتحمل جدل، ومعروف كمان احترامي للمملكة العربية السعودية وقديه بتدعم لبنان على كل الأصعدة، وآلاف اللبنانيين بيشتغلوا فيها. هيدا موقفه وما حدا يفسره مثل ما بده أو يفوت بزواري بضيقة لتحويره. رد الممثل السوري أيمن زيدان على إشاعة هجرته من سوريا وقال: في أشخاص هدفهم يجمعوا علامات إعجاب وتعليقات مجانية على حساب الغير وبتصرفات ما فيها أخلاق، مشان هيك نشروا خبر هجرتي من سوريا من دون ما يسألوني. سوريا بقلبي ومستحيل فكر اتركها، فيها خلقت وفيها رح موت، وكل شي بينكتب عكس هالكلام مش صحيح. انتشر خبر اعتزال الممثلة المصرية عبلة كامل، خاصة من بعد ابتعادها عن الساحة الفنية بالفترة الأخيرة وعدم القدرة على التواصل معها بسبب تغيير أرقام الهاتف الخاصة فيها. ولمعرفة الحقيقة تواصل موقع الفن مع نقيب المهن التمثيلية بمصر أشرف زكي، اللي قالنا أنه ما عنده علم عن اعتزال عبلة. أما الممثلة المصرية نهال عنبر فقالت لنا أنه على الأرجح عبلة ما اعتزلت. طالب الفنان اللبناني راغب علامة باستقالة الحكومة اللبنانية وقال: مناظر الناس على أبواب الأفران مخجل ومؤلم، انقطاع المازوت عيب، زيادة الأسعار وارتفاع سعر صرف الدولار بجنون معناه فشل الحكومة، الأشرف للحكومة إنها تستقيل إذا ما رح تقدر توقف هالمهزلة وهالانهيار، وحتى لو كان هالانهيار هو عبء قديم بس المطلوب قرارات للحلول مش للانهيار. كشفت الممثلة السورية تولين البكري إصابتها بمرض الاضطراب ثنائي القطب، اللي بيشكل حالة صحية عقلية بتسبب تقلبات مزاجية كتيرة من الهوس والاكتئاب. وقالت تولاي إنها فخورة لأن عم بتقاوم تقلباتها المزاجية اللي ما بتنحمل، وإنه المرض ما كان ولا رح يكون وصمة عار. قال المنتج المصري ياسر خليل وهو المدير السابق لأعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب أنه رفع دعوى ضد محمد خيال شيرين لأنه ألف قصة ضد معجبة من أكبر معجبات شيرين واسمها ابتهاج، واتهمها بأنها نشرت إشاعة خلاف شيرين مع زوجها الفنان حسام حبيب بطلب من ياسر، وتحدد يوم 5 أيلول موعد لجلسة النظر بالدعوى بمحكمة جناح البساتين. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكم كل جديد.